قلت للمرأة عم سيك اشوف. ها جري هيك يعني يا بي. السلام عليكم. شو جاي تعمل هون انت؟ لا غنى عنك عمي ابو عصام، ابو النار تعبان يعني مخسلك وتعبان، والعقيد بعتني مشان تروح لعنده على البيت. اي ابي شنطتي وينها؟ شعي ابي شعي. ابي ابي دير بالك على الدكان. امرك يا ابي رايح مع منك يا خليك هون بالدكان. شرف شرف. شو بده ابو الحكم من ابوه؟ تحمل شوي عمي تحمل. اي 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 ودغري اجيت لعندك. والد ابو النار تعبان؟ هيك قال لي معتز، مشان النبي لا تاخذوني انا عندي شغل. سلام عليكم. هون يا ابو حاتم. السلام. شو رايك اخي؟ روحة ابو عصام على حالة ابو النار ما عجبتني منوب اخي. بس هذا شغله يا ابو قاسي. لكن عن شو عم تسأل؟ عم بقول يا ترى رح يخطر بباله لابو عصام يجيب سيرة البواريد يلي عند ابو النار. ما بعرف. قال بس عمي ان شاء الله. الحمد لله على عافيته. انا هلا بدل لك اللي طمت عليه، بكره ان شاء الله رح اجي شعالي كمان. يعني ان شاء الله معفى. فضلت على راسي يا عصام، فضلت على راسي. اعوذ بالله. الفضل لله عمي، الفضل لله. ابوك صبره وصبر ابونا ومربينا. انت من اصل والله ما لي عرفان شنو بدي كافيك. وانت عقيد عن حق وحقيق مو هيك علي جير؟ محبتك بقلوبنا بقلوبنا كلها، بس هالصغار الوظاوي زنه مشوهين سمعتك بين الحارات. علي جير اللي مثلك كبير كبير وبضل كبير وبتنفتح له بواب سبع حارات. كل شيء صار بيناتنا ما لي رضيان عن البنوب. لأنك من أصل أبو أصل وكبير. أي والله كبير يا أبو النار كبير. الله يعزك يا أبو عصام، الله يعزك. أنت أشرب شاي. مساء الخير يا رجال. أنا يا عمي أبو ماجد. خير أبو ماجد. طول كتير من هون لشي ساعة. إش كان أبوك ما بيّن على الحارة؟ أنا رايح على حارة أبو النار تربقى فوقاني تحتاني. أهلين يا أبي. أهلين أبي. لك أبي ليش واقفين هون؟ خلي قلبنا عليك يا أبي. على شو لك أبي؟ خفنا عليك يا أبي، خفنا عليك. وليش فاتحين الدكان لهلا؟ يا أبي عادي عم استناك. الله يرضى عليك. شلونك عمي عبدو؟ أهلين عمي. أهلين. شلون أبو ماجد؟ دعيلك على فوق. جلوس. إيش علي؟ ظهر أنت وأنا كنت عند وعدي، جبت لك شاي وتدن وسمحت لك تدخن، وهلا صار الوقت يا 11 إنك أنت توفي بوعدك وتخبرني من التهبات. أنت كذب علي يا واطي. لك انا وجودتك انت ما بتعرف النوم. انا ابو جودتك اللي مدوخ المجرمين وقطعين الطرق. والله لا حتفك حياتك. والله
وين انت عبات بك؟ اعترف! ما بعرف شيء. لا بعرف تام ولا تام. ما يا سيدي. انت بتعترف غصبا عنك وعن اللي خلفوك ولك؟ هاي التعلمة لعينة يا اخي. اذا ما فركت فركة مضبوطة ما بتحل. بتاكل لك شعرك اكل. هات لك. بسم الله. لا تحمل اخي لا تحمل. الفرق الزايد هو اللي يفيد. اذا ما طلع الدم لك اخي ما بنستفيد. على العافية اخي ابو عصام. ايدي شوي. فروق عميد. فروق فروق فروق. اهلين وسهلين. اهلين اختي مزكية. طمنيني ان شاء الله شقيتي عليها لما سمعوك كشفتي عليها. اي والله كشفت عليها. الحرمة حبلة ومسكينة عم تدوخ وتوع بالارض يعني. وحامة جاي قاسي شوي. لا 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 خير ان شاء الله خير. بس ما يكون وضعها مخطير. لا لا باذن الله ما في خطر. بس هي ما تتعب حالها يعني. ايه ليلي اختي شو بي لازم يكون عند مني انا جاهزة ليلي. بدي من عندك يا اخي شوية بابونج. ايه. وقرفة. ايه. وشوية ميرمية. ايه. مشان تشرب منقوحهم. وانا ببقى بشقشق عليها بين فترة وتانية. يلا من عينها هي ابن عيني. عجهز لك يا هون. نعم. يلا. فوتي حاجتك. بوران شوفي مين على الباب. وينك؟ إذا حدا بده يعني إني ماني موجود. حاضر. مين؟ أنا عصام أختي افتحي. أهلين أخي عصام. شلونك أختي؟ الحمد لله أهلين وسهلين. تفضلي يا دول بعتك ياهم أبوكي. لك الله يخلينا يا ويطول بعمره يا رب. الله يعطيك العافية. فوت أخي فوت. صاري هون؟ إيه فوق هالأسطوحة عم يطعمي الحمام. هلا مسكر دكانته وقلتي لي بالحمام فوق. بوران من إجا لعنا؟ هذا أخي عصام ابن عمي. فوت أخي فوت. يلا انا هعمل لك كاسه شاي. بسرعه اختي ما بدي اتعوق على ابوكي حاكم تاركه لحاله بالدكان. اهلين خاله. اهلين خاله. اهلين خاله. مرحبا صري. اهلين عصام. كنت عم بحضر للحمام لو مسبي خمس دقائق بتقدني بالدكان. شرف شرف يا سيدي. شلونك؟ شلون شغلك؟ الحمد لله ماشي حاله. طمني كيفو عمي مرت عمي ولاد عمي كيفهم كلهم؟ الحمد لله كلهم داعي لك بالسلامه. خالو هذا شو اسمه؟ هذا درائي خالو درائي. نلعي على مربع ولين نلعي أساس ما بيعرف شو هاد درائي. الله وكيلك هالولاد لهم شغلات بتسود الوش. وين الشاي يا بوران؟ يلا تكي. صارف سعيد وين اجتمعت مع منه أبي؟ دكانته ولا على سطيح مثل عادته؟ لا يا أبي دكانته. شو على سطيح؟ طمنت على أختك بوران لك أبي؟ شفت اسكت محتاجة ولا محتاجة؟ لا يا بي ماني محتاجة شيء. امور عال العال. الحمد لله. فوزت لي الاولاد عصام؟ ايه امي واحد واحد. وهدية حملتني سلام الي قصمص الارض البطيخة. تقبر قلبي هالهدية شو مهضومة ودمها خفيف. عاشي الحمد لله رب العالمين. أكلة اليوم طيب وكثير اسعار. ان شاء الله صحتين وهنا. محل ما يسري يمرق ابن عمي. يا بي طبخ امي دائما طيب. انا بقفر ريحة طبخ امي من راس الحارة. اه حكى ابو بطن ليش انت همك غير بطنك؟ كيف عملك ابو خاطر؟ كيف الشغل؟ ماشي حاله يا بي بس جايب لنا شغيل جديد مشان يشتغل معنا. مات الشغل ماشي تمام وبده يلحق الرجال كتر بتشيلك قبل بتشيل. لا يا بي عم نلحق بس مثل ما فهمت من خاطر انه المعلم جايبه لهذا الشاب لانه يتيم وحب يعمل معه خير. يلا كتر من امثاله لك ابي. يلا كتر من امثاله. بني ادم ما ياخذ معه لاخرته غير عمله الطيب ابدا. شو بتعمل بالدنيا بتعيب بالاخره لك ابي. الكفن ماله شيء. اي والله اي والله يا ابي دايما. صحتين يا عمو. يا بنات خلصتوا؟ خلصنا. يلا لك عندكم السفره بسرعه. اوعى ربي يسلم هالديار. صحتين. هلا معقوله صبحي واخو معروف يعملوا هيك؟ فلتن الايدي ولو لقطهم كنت فرجيتهم لهالفلاعيس شلون بكون مراجل. بقى عم يتقوا اثنين على واحد. اخس اخس. الله يخليكم يا شباب لا حدا يفتح السيره ابدا. ابي مانو متاكد بس شاكك شك ونحن ما قدرنا نعرفهم. مزبوط معتز كانت الدنيا عتمه. لك صاي ابراهيم انت شفت الحرامي اللي سرق ذهبات ابوك ما قدرت تعرف اذا كان لي دعشري ولا لا؟ من عيونه بقدر اقول انه هو.
حاكم تطليعات عيونه مثل الديب، كانوا عم يقدحوا قدح بالعتمه. اما اني متاكد 100% ما بقدر اقول ايه. مرحوم، ايش كان بدك يانا نعمل لهم شيء بدل مرتب محسوبك جاهز؟ مو بس انا وشباب الحاره، ما حدا منا بيقول لا. عم يقول لك ماله متاكد انه صبحي واخوه معروف هن اللي ضاربينه، شلون بدك تعمل لهم بدل؟ شبنا بشي؟ خايف؟ انا؟ لا مالي خايف، شو مفكر حالك القبضاي الوحيد بيناتنا؟ لسه قاعد عم تتمنفخ على الفاضي وتقد مراجل؟ على الفاضي؟ انت قدو هذا الحكي؟ صلوا على النبي يا شباب، شو بكم؟ نحن جايين طمع ابراهيم مو جايين نتخانق. لك روى معتز، شبنا بشي؟ عدوا شربوا شاي عدوا. تعرفوا شباب؟ انا هلا تاكدت انه نحن ايد وحده باذن الله، وبشير ومعتز ما في خلاف بيناتهم. يلا نشوف، بوسوا شوارب بعض وغسوا الشيطان. يلا الله يلعن الشيطان، يلا. الله بيه حلوين. الله يخزيك يا شيطان. عين عليكم يا شباب. وهلا عدوا احكوا لي، وين وصل ابو عادل الحكواتي بقصه الامير حمزه؟ اسمع سيدي. هات لشوف شو صار الامير حمزه، احكي لي. ولهلا ما اعترف؟ هيك خبرني رئيس المخفر. لا وشو عم يتهمني اني طلبت منه يحرق دكان تاجر قماش عنا بالسوق وهو رفض. لك يخرب بيته شو حرامي، لك بده يجرج لك للمغافر كمان. عجبك يا عدلي عجبك؟ انا اتجرجح واتبهدل على اخر هالزمن بالمخافر. تقبرني ابن عمي، لا تاكل هم، ان شاء الله بكره بتنزاح الغيمه السوداء من فوق راسك والله بيفرج عليك. لحط لك عشاء. طمنيني رفقات ابراهيم لساعته عنده؟ ايه تقبرني عنده. معناتها روحي اعملي له العشاء، مو حلوه يطلعوا من عنا بلا عشاء. بسرعه عادليه بسرعه، الله يرضى عليك. بتأمر سيد راسي انت. شو بدك تعمل يا ابو ابراهيم؟ العشرة ايام رح يمرقوا وما دبرت ولا قرش. بده يعني إلا وين الذهبات يا باطي؟ ولك كل شي عملته شو كان لعب ولاد صغار. آخ لك الدنيا كلها كانت عم تلعب فيه. بحياتها ما فرجتني يوم حلو بنوب، وهلا بعد ما ضحكت لي الدنيا وأرجتني سنها وصرت محسوب من الكبارية ومعي ذهب. ذهباتي لك هدول ذهباتي. اي والله ما بحكي لو طقولي جوزة حلقي ولو متت. حلال عليك الذهبات عمي ابو سلمان. يا لك يا عمي مطمور بالذهب طمر. بسيط روح لك بحياتك ما كنت تحلم تشوفه او تلمسه.